يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا اليوم جاء لتحسين المعايير المنظمة لإدماج منظور الإعاقة في ركائز العمل. من جهة أخرى، نشرت منظمة الصحة العالمية معلومات وحقائق تفيد أن هناك نحو 15% من سكان العالم يعانون من أحد أشكال الإعاقة، وأن هناك تزايدا كبيرا في أعداد تلك الفئة من المجتمع. لما جمجوم مختصة في التعامل مع ذوي الإعاقة ستكون معنا لتجيب عن كثير من التساؤلات والإرشادات، لكن في البداية دعونا نستمع إلى تجربتكم ورأيكم أنتم. غض النظر عن البيئة وعن النظرة، لازم يكون في اتجاه حكومي واحد، ولازم يكون لهم مكتب تحت قبة البرلمان رأيي كمان، ويكون لهم يعني مكان في الحكومة، مكان خاص يدعم ويأسس مشاريع ويسوي بنية تحتية لمستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن. مدارس خاصة ما إلهم، يعني نظرة المجتمع لهم سيئة كثير يعني، ومش ذنبهم يعني أنه هيك صار، ربنا هيك اختار لهم يعني. طبعا الله يكون بعونهم، يعني ما بأخذوا أثري بالراحة زي الآخرين، محصرين بمكان صعب يطلعوا، هذول بدهم الواحد يطل عليهم دائما، يتفقدهم دائما، هاي أكثر من هيك ما بقول، محروم، المعوق محروم. شعبنا مش واعي كتير لهالموضوع تبع الإعاقة، فللأمانة هذول لازم يكون الواحد يعطيهم اهتمام أكثر، تعامل مع الله قبل ما تعامل مع البشر. ما في شيء مهيئ لهم او في زي مثلا دعايه او اعلان اللي تشجع الناس تساعدهم، يعني مثلا كطرق كوظائف لهم، يعني من هاي الامور. اذا نرحب بمختصة في التعامل مع ذوي الاعاقه سيده لما جمجوم. صباح الخير لك لما. أهلا وسهلا فيك. أول شيء كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا دائما كل الأمهات في كل العالم، خاصة الأمهات اللي عندهم مجهود إضافي يمكن في موضوع التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة. ماذا يختلف أو ماذا تختلف أعباء الأمهات عندما يكون هناك طفل يحتاج إلى مساعدة إضافية؟ يعطيك العافية أول شيء، شكرا على الاستضافة. أكيد في اختلاف كثير كبير من ناحية أنه الأهل إذا عندهم طفل خاص في له احتياجات خاصة، في له تدخل مبكر لازم يكون طبعا يعني يفضل، في علاجات متنوعة وفي طرق وأساليب متنوعة، فبدهم يكون الأهل واعيين شو هي الطريقة والأسلوب اللي بدهم يعطوه للطفل حتى أنه يمشوا بالطريق الصح، لأنه زي ما حكوا بالمقابلة ما في وعي. يعني هو هذا اللي إحنا يعني شوية مشكلتنا، أنه عم نحاول نرفع درجات الوعي، بس الحمد لله هلأ وصلنا لدرجة كتير أحسن من قبل سنوات بالوعي، وهذا اللي عم بيساعد الأهل أكتر إنهم ما يضيعوا، لأنه فترة الضيعان والنكران اللي بمروا فيها الأهل هاي يعني خلينا نقول بتأخر كتير لتطور علاج أطفالهم الصحيح. التقبل فبالتالي التعامل. التقبل مع والتعامل بالضبط بإيجابية. طيب خلينا نبلش، معناته نجزئ فترة الوعي في البداية مع الأهل. ما هو الوعي المطلوب من الأهل أو من الأم تحديداً للتعامل مع الطفل عنده أي صعوبات معينة؟ هلأ أنا دائماً بحكي للأهل الوعي المطلوب أنتوا تشتغلوا على أنفسكم، يعني الوعي المطلوب أنكم أنتوا تشوفوا شو المصادر الموجودة حواليكم، شو حلقات الدعم الموجودة حواليكم والمتوفرة، وما تضيعوا حالكم بالأساليب اللي هي مش مثبتة علمياً فرضاً أو بخبرات الناس الآخرين، لأنه مرات بندخل بأنه بناخذ من خبرات اللي حوالينا ومنطبقها بدون ما إحنا نبحث بالضبط إذا هذا بيناسب طفلنا، لأنه طفلنا هو حالة خاصة وفريدة من نوعها. من وين بدها تجيب المعلومات؟ المعلومات صارت صراحة متوفرة، يعني حتى المجلس الأعلى جهوده كتير كبيرة في هذا المجال، عم بتكون المعلومات متوفرة، الجايدنس التوجه متوفر، في حلقات دعم كتير عمالها بتصير، في مبادرات متعددة. يعني هلأ فرضا إذا بتروحي على مركز حتى تعطي طفلك علاج معين بتلاقي عدة أهالي آخرين بتقدر تستفيدي إيجابيا من المرحلة اللي مروا فيها وين هم راحوا، وتجربي إذا أنت طفلك بزبط معه هذا العلاج أو هذا التوجه أو لا.
فهلا ما بنقدر نقول ابدا. انا بهاي المرحله بقول 100% بقدر اذا الحدا عنده النيه الصادقه انه يلاقي محل، في محلات، في مبادرات، في دعم ولو بسيط، بس عماله بيزيد شوي شوي مع الوقت. طب خلينا نحكي اهم التحديات او الامور اللي حسيتي انه ممكن تكون في مشكله، ان كان من تجربتك الشخصيه او حتى من تجارب الناس اللي حواليك من خلال عملك. اهم الاشياء اللي كانت تلاقي فيها صعوبه واعاقه فعليه مع الاشخاص نفسهم مش مع الأطفال. نعم، النظرة النمطية كتير، يعني الثقافة تبدأ من الجذور بالتسميات. هلأ كتير عنا دائما في عنا زي مشارعات على السوشيال ميديا أو هيك إنه ليش بتحكوا ذوي الإعاقة، ليش بتحكي ذوي التحديات، ليش بتحكي كذا. يعني بالتسمية إحنا لما نحكي معوق ولا نحكي مشلول ولا نحكي متوحد عشان قعد بكورونا صار متوحد أو whatever، من هاي التسميات هاي بتدل على العقلية بدها تدخل في إنه نهيئ أول إشي قبل ما نحكي نهيئ المجتمع، نهيئ عقلية الأشخاص لأنهم يكونوا عقلية دامجة، عقلية متقبلة. فهذا التحدي إنه إحنا نتقبل الغير باختلافه. يعني هذه بتبدأ من المدرسة، من الصفوف الصغيرة، من إحنا كيف نوجه احترامنا، طريقة حكينا مع الأشخاص الآخرين. هذا كتير بيعمل فرق. هلأ التحديات الثانية طبعاً تحديات مالية. معلش بس أعلق على هاي النقطة تحديداً، إنه شو ما كانت التسميات من الواضح إنه في عنا مشكلة بالنية والسياق التي تتحدث فيه. يعني في مرحلة من المراحل أصبح كلمة ذوي الإعاقة هي منسوبة للإعاقات المجتمعية الموجودة اللي بواجهوها هدول الأشخاص مقابل أشخاص آخرين ما بيحسوا بنفس الإعاقة في تنفيذ عمل معين. ذوي الاحتياجات الخاصة إنه هو حاجة معينة، فبالتالي هل إحنا بحاجة إلى وعي في إدراك قيمة الأشخاص باحتياجاتهم الفعلية، فبالتالي مش مهم صف التسمية أو السياق اللي بنحطها فيه. هلا إحنا هدفنا الأعلى والأسمى إنه ما يكون في تسمية أصلاً، يعني يتنادى الشخص باسمه، نادي الشخص. بس في امتيازات كيف ممكن؟ نعم، يحصل عليها. نعم، في امتيازات يحصل عليها. هلا يعني هذا بقول لك الهدف الأسمى تبعنا. بس هلا بالنسبة لمسمى ذوي الإعاقة، بما إنه إحنا قاعدين هون وفي ناس بيسمعونا، الأشخاص نفسهم من ذوي الإعاقة هم بيحبوا هاي التسمية، يعني ما بيرفضوها لأنه هي تدل على إن الإعاقة بالمحيط وليست بالشخص نفسه، وهي تعليلها باللغة العربية، يعني كلمة إعاقة مش كلمة عيب، يعني هي صعوبة في تنفيذ العمل، صعوبة في شيء معين، يعني تحدي معين. فهذه هي الموضوع. فأنا اللي بحكي فيه إنه أوكي هلأ إحنا ما نركز كتير لهالدرجة على المسميات، إنه نمشي لقدام نشوف هلأ التطبيق الفعلي شو هو. بس المسمى مهم بإنه إحنا ما نروح كتير بعيد لأن نسمي مسميات مش مقبولة زي منغولي أو زي مشلول أو زي غيرها من المسميات اللي هي أبدا مش مقبولة. أما لما نحكي ذوي الإعاقة أو ذوي تحديات أو غيرها، فإحنا بننسب التحدي أو الإعاقة للمحيط، وبالتالي إحنا عمالنا بنعطي فرصة للشخص لأنه يعني نشيل هذا التحدي أو الإعاقة من المجتمع. جميل. إذن التحديات الأخرى بالنسبة للأمهات أيضا وللأهالي بعد موضوع التقبل، ويمكن أنهم يكونوا في محيط ويتشاركوا فيه يمكن بالمعلومات وبالتجارب وبالخبرات. نعم. أهم التحديات يمكن حتى اللوجستية اللي ممكن تكون طبعا موجودة. تحديات مالية طبعا. أنا بحكي لك يعني تحديات المالية كتير كبيرة. ليش؟ لأنه احتياجات أطفالنا بدنا نوفر لهم بالبيئة أمور يمكن يعني أكيد بتكون أكثر من غيرهم من الأطفال، كتهيئة، كبرامج معينة خاصة بكل طفل، خاصة لما تحكي مثلا أطفال التوحد كل طفل بحاجة لبرنامج خاص. فهذا طبعا في له تكلفة مادية بتأدي لعبء كبير مادي على الأهل، تكاليف صحية أكثر، تكاليف من كل الجهات. يعني التهيئة بدك سيارة مرات خاصة، بدك كل شيء يكون موفر حواليه. فهذا طبعا أكيد بيزيد من العبء على الأهل إنه فوق ما هم مثلا بيتعبوا وعم بيعطوا جهد للطفل في تكاليف مادية مضاعفة. شو المساعدات المجتمعية أو التسهيلات الموجودة بالمجتمع؟ يعني هل تقدمنا بهذا الموضوع؟ هل أصبح هناك مبادرات معينة ولا لازلنا في المربع نفسه؟ أنا بحكي يعني من حدا كتير قلبي بالمجال إنه كتير في تطور، يعني كتير في تحسن. بس زي ما قلت لك يكون عندنا النية الصح لأن نلاقي هذا المكان، يعني ما نضلنا إحنا حاطين حالنا بإنه إحنا المظلوم وكذا. لا، احنا برضو يكون عندنا روح المبادره انه في شغلات، في مبادرات، في ناس عم بتحط قلبها، المجلس الاعلى عم بيعمل اكبر طاقه ممكنه، نحن بالمبادرات عم نحاول نهيئ ندمج بكل ما بنقدر عليه. حلقات الدعم الاسري ما بتتوقف، شغاله على طول، هذا الشيء ما كنت تشوفيه قبل سنين، فهذا شيء رائع. يعني انا صراحه فخوره بكل مبادره بتطلع، فخوره بكل حدا قلبه بالموضوع عم بيشتغل بالطريق الصح وبساعد الناس اللي حواليه. فلا، في تطور اكيد. جميل جدا. يمكن كل ام
بتشوف طفلها دائما انه هو حاب يكون الافضل وحاب يكون اللي بياخذ احسن تعليم واللي بياخذ احسن خدمه دائما في كل المجالات، وبتواجه صعوبات معينه. كل الامهات لكل اطفال العالم بتواجه صعوبات معينه، احيانا نفسيه، شو الطريقه المناسبه للتربيه. واكيد الطفل اللي يكون عنده احتياجات خاصه بيكون بحاجه لدعم نفسي اكبر طبعا احيانا من الام. الام هنا تدريبها على فكره الخطاب، اللغه، حتى الدعم النفسي من نواحي انه تواجه مجتمع معين او حتى تواجه يمكن المراحل العمريه المختلفه اللي بمر فيها الطفل. نعم. ان كان من مراهقه، ان كان من طفل صغير، احيانا التنمر، يعني كل الاطفال بيتعرضوا لتنمر طبعاً. فما بالك يعني اي طفل هو اصلا حاسس انه هو مختلف. فهل هناك دعم نفسي او حتى التربوي للامهات، وهل في مصادر واضحه معينه؟ زي ما قلت لك، حلقات الدعم الأسري تكاد لا تتوقف بعدة مبادرات. يعني الدعم النفسي للأم، أنا دائما بوجه للأم أن أول ما تشوفي أنه عندك طفل خاص، تعرفي أنه عنده تشخيص معين، هون أنت ما تنسي حالك، هون أنت ثقفي نفسك، سلحي نفسك يعني خلي عندك سلاح الثقافة والعلم والمعرفة، واعرفي أنه أنت ماشية بهالحياة مع طفلك، رح تكوني زي ماراثون. الماراثون ما بتقدري تكملي للآخر إلا إذا أخذتي بريكس، يعني ما بتقدري إلا تاخذي استراحة. كمان ريحي حالك، حطي نفسك أولوية، سلحي نفسك بالعلم، لأنه ضروري جدا هذا الإشي بنعكس ثقتك بنفسك وعلمك بنعكس على طفلك. فالمصادر متوفرة، يعني ما في ولا مركز للأهالي إلا بيكون في عندهم لقاء شهري للأهل، عم بيكون يعني كل هاي الأمور عم تتطور وموجودة بشكل كبير للصراحة. يعني أنا في عدة فرص عمالها تكون إلي كأم بقدر أشارك فيها، بس الواحد يسأل ويبحث وبيلاقي. في مساعدات أيضا من النواحي المالية، وقلتي إنها في نواحي وأعباء مالية كبيرة. هاي المراكز بتكون تكلفتها عالية؟ نعم. بتكون في مجانية أحيانا؟ كيف التعامل؟ والله هذا التحدي الكتير كبير، أنا اللي بقدر أحكي لك يا إنه هذا تحدي كتير كبير، إنه المجاني يكاد يكون يعني جدا مينيمم يعني. والأعباء المادية ضخمة على الأهل، مضاعفة جدا. يعني إذا بدك تشوفي معلمة ظل لطفلك، هل بدك تدفعي قد القسط مرتين؟ بدك تهيئي له اي شيء معين بالمدرسه، بدك تدفعي، فهذا التحدي المالي معناته قديش نتمنى يعني يكون في دعم اكثر. معناته يعني في هاي الحاله احنا عم نحكي انه اللي قادرين انه هم، يعني اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين فيه، قديش الناس المستفيدين فعليا من هاي الخدمات وفقا للحاله الماديه اللي عايشينها؟ والله وفي استغلال كثير كبير للصراحه، يعني في ناس كثير بتاخذ معونات ماليه على حساب الاشخاص. فبدك يكون اي شخص، يعني بوجه لأي شخص رسالة إنه أي شخص بده يقدم معونة يتابع هاي المعونة فعلا، يتأكد إنها رايحة للمكان أو الشخص الصحيح. لأنه فعلا يعني ما بدنا نحكي، مئات من الأشخاص وخاصة بعد وقت كورونا يعني تضاعفت الحالات النفسية وكل شيء، كل الصعوبات تضاعفت على الأشخاص، وما كانوا بالأولوية السلم، يعني كانوا بالآخر، ما كان كتير في تركيز على احتياجاتهم، مع إنها كانوا بحاجة يمكن أكتر بكتير 10 أضعاف عن غيرهم. فتأكدوا أنه عم بتوصلوا المعونات أو الدعم النفسي أو المادي للجهة الصحيحة والطفل الصحيح. يمكن هلأ حتى مجتمعياً إذا بدنا نروح على أي مرفق عام مثلاً أو حتى مطاعم، أو بتصير تلاقي أنه هي مبادرات شخصية أحياناً وفردية من بعض الأشخاص لتسهيل الحياة. إلى أي مدى يعني المجتمع فعلياً بلش يأخذ هاي المبادرات بصورة أكبر؟ أيضاً إذا بدنا نحكي على مستوى العائلة الممتدة، العائلة الممتدة، إخوال وأعمام وكذا، هل بتحسي أيضاً انه هناك تحديات من نوع اخر؟ هلا هذا برجع للام والاب في البدايه، اذا هم مشوا بطريقه انهم يوثقوا بطفلهم، يثبتوا وجوده وخلص يفرضوه على المجتمع حواليهم، الدائره بتصير تكبر شوي شوي. يعني بتصير الجيران، العمه، الخاله، الجده، كل العيله الصغيره بتصير متفهمه اذا انت تفهمتي طفلك. ودائما بحكي للاهالي خذوا الامور ايزي، يعني خذوها هيك بضحك، يعني عشان الناس يشوفوا انه انت بتتعاملي مع طفلك بهاي الطريقة، ما بصير فيها الحاجز، يعني منكسر الحاجز ما بين أنت كأهل والأشخاص من حواليك. يعني الناس بتطلعوا عليك بعدين بتطلعوا طبعا بتطلعوا كيف تعاملي طفلك، إذا بتعامليه بقلة احترام هم كيف بدهم يعاملوا طبعا بقلة احترام. وبالنسبة للمطاعم والأماكن والهاي، أنا بحكي يعني بوجه رسالة إنه أي محل بدمج هو عماله بيقدم مش بس للطفل اللي عنده تحدي أو إعاقة، هو بيقدم لحد عنده عرباية، لحد كبير بالسن، يعني أنت بتخدم وبتكون دامج بمجتمعك، انت عمالك
لك يعني بتوفر شيء احسن لإلك. يعني الدمج لا يفيد بس الاشخاص من ذوي الاعاقه، وهي مش يفيد مني. كل المجتمع يعني بالنهايه هاي مش مني يعني بالزبط. زي ما كل انسان بالمجتمع في عنده حاجه معينه، هاي من ضمن الحاجات الموجوده عند الناس. المية. شكرا لما جمجوم، شكرا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. خلال برنامج صباح المملكة نهاية الأسبوع مرت العديد من القصص الملهمة لأشخاص من ذوي الإعاقة لم يستسلموا لكل المعوقات التي تواجههم على المستوى البيئي، المجتمعي، التشريعي، حيث تمكنوا من إنجاز مشاريعهم والوصول إلى أحلامهم للتأكيد على حقوقهم. في هذا التقرير سنتعرف على بعض القصص. أنا عز الدبلان، تم تشخيصي بمرضي من أول يوم إلي بالعالم هذا. كنت عارف إنه عندي متلازمة العظم الزجاجي، عشان هيك قررت أسير صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه إحنا مش إقلال، إحنا 1,300,000 شخص بالمجتمع الأردني. اسمي هبة محمد، بعمل أشغال يدوية، وبلشت أعمل أول إشي كفر مصحف وتليفونات ومفارج طاولة. وبدي أحكي لكل حدا بيحكي إنه ما بقدر يوصل للي بده إياه، وبحكي إنه مستحيل، يعني دام الإرادة الموجودة ما في إشي مستحيل. أنا حنين العبادي، كفيفة البصر. أنا درست الإسباني والإنجليزي في الجامعة الأردنية، وأول كفيفة أردنية تدرس ماجستير الصحافة والإعلام. أنا بطمح خلال الفترة القادمة يكون إلي برنامج خاص فيني. أنا اسمي آدم مازن، أنا بدي أعمل فيديوز تيك توك. أنا مشهور تيك توك ليس، أنا مسيت سوارة وخاتم تمساح ساعة. أنا عبوي بخلني بسبار إشي، كل الناس تشوفوني بسور معي توقع لي وكل إشي فيه. رحمة خير الله، بعمل لوحات فسيفساء بإجلي. أنا انولدت من دون أطراف، في عندي ليونة بأقدامي. طموحاتي للمستقبل إنه يكون عندي مكان أعرض فيه لوحاتي. اسمي لانا عبد الله بن موسى، من أكاديمية المكفوفين، عمري 15 سنة، ضعيفة بصر وبرسم. شاركت بثلاث معارض، كتبت قصة اسمها قصة عبق اللون. اسمي بريا فوز الدبة، بستخد هول بالماك، درست لصف العاشر، بعدين رحت على المركز تعلمت مصيك، فسيفساء، سيراميك. حاب إني أترفع، حاب أصير مديرة فرع، حاب الكل زي ما حكى ربنا، لأني أنا شايفة حالي محبوبة. أهلي كانوا عم ينادوني إنه بيحكوا معي عادي، ما عم بسمع زي أول، فأخذوني عند دكتور. فالدكتور بعد ما عمل لي فحص اكتشف الدكتور إنه حكوا لأهلي إنه هاشم عنده ضعف بالسمع نسبتها 20%. خسر خطرت فكرة منظمة سامعك، إنه قررت أحول تجربتي السيئة لإيجابية لأشخاص اللي عندهم مشاكل بالسمع، فعشان ما يعيشوا نفس التجربة اللي أنا مريت فيها.